مساء الخير مشاهدينا. يقال بأن الحياة عبارة عن مسرح كبير، والمسرح هو المعبر الحقيقي عن آمالنا، طموحاتنا، أحلامنا وأفكارنا، يعني ما لنا إلا المسرح. ومن هذا المنطلق يعود مهرجان سمو الشيخ خالد بن حمد للأندية الوطنية والمراكز الشبابية بحلته الجديدة ونسخته الثالثة بعنوان لنغرس بسمة، في رسالة لدعم المسرح الشبابي البحريني. من هذا المكان، من مركز المحرق النموذجي، تشهد خشبة المسرح اليوم ميلاد جيل جديد من الطاقات الشبابية المبدعة في المجال المسرحي، اللي راح يواصلون مسار أو مسيرة اللي أسسوا المسرح في البحرين. راح نتعرف أكثر على المهرجان في اليوم الأول، واللي راح يتواصل إلى يوم 21 أكتوبر من الشهر الجاري، من خلال ضيوفنا في الاستوديو الأستاذ النوار المطوع، مدير إدارة المراكز الشبابية، عضو اللجنة العليا للمهرجان، والأستاذ عبد الرحمن بوصابر، عضو لجنة التقييم. أهلاً مرحبا بكم أستاذ نوار. حدثنا أولاً أو أكثر عن الاستعدادات الضخمة لهذا المهرجان في هذه النسخة. في البداية إذا تسمح لي أختي عبير، أتقدم بجزيل الشكر وعظيم امتنان لوزارة شؤون الإعلام على دعمها لكل أنشطة وبرامج وفعاليات وزارة شؤون الشباب والرياضة. في البداية يعني نحب أن نشيد بدعم واهتمام ورعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للشباب البحريني من خلال هذه الجائزة التي تأتي من ضمن مبادرات سموه الثقافية والإنسانية، جائزة سمو الشيخ خالد بن حمد للمسرح الشبابي للأندية الوطنية والمراكز الشبابية والمعاقين. احنا اليوم في النسخة الثالثة، اتذكر يعني كنا قبل كم من شهر بدينا النسخة الأولى، واحنا الحمد لله اليوم في النسخة الثالثة. ما يميز هذه النسخة مشاركة عدد كبير من الأندية والمراكز الشبابية في هذه النسخة، اللي وصل عددها إلى 32 نادي ومركز شبابي. ما يميز هذه النسخة وصول عدد الممثلين الشباب إلى أكثر من 750 شاب وشابة. النسخة الأولى كانوا عدد المشاركين من الأندية والمراكز الشبابية 10 أندية ومراكز شبابية، بلغ عدد الممثلين والممثلات في هذه النسخة كان تقريبا في حدود 250. النسخة الثانية زاد العدد إلى 22، في حدود 550 شاب وشابة من اللي مثلوا. ونحن اليوم في نسخة نتكلم عن نسخة ثالثة، إنجاز تحقق من قبل قائمين على هذا المهرجان، وصول العدد إلى 32 نادي ومركز شبابي. أستاذ عبد الرحمن، خبرنا عن اللي يميز هذه النسخة عن النسخ الماضية من وجهة نظرك. أولاً بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر وزارة الإعلام وتلفزيون البحرين على التغطية ودعم الشباب ودعم هذا المهرجان، وأشكر بالأخص سمو الشيخ خالد بن حمد على هالبادرة الطيبة اللي يدعم فيها الشباب ويدعمنا إحنا كشباب لنبرز طاقاتنا. أولاً هذه النسخة الثالثة لمهرجان سمو الشيخ خالد بن حمد، هذه النسخة اللي يميزها إنه مثل ما قال الأستاذ نوار إن عدد المشاركين تجاوزوا 30 مشارك من بين النسخ اللي فاتوا. يعني هاي شيء يعني يعطيك دافع ويعطيك معنوية إنك أنت تقدمين أفضل في السنوات الجاية. واللي يميز هاي النسخة إن عندنا 3 مخرجات بحرينيات قدموا عروض وقاعدين ينافسون على المهرجان وينافسون الشباب على الجوائز. إيه هذه أول نسخة نشوف أكثر من شابة بحرينية مخرجة تنافس الشباب على الجوائز الموجودة في جائزة سمو الشيخ خالد بن حمد. فأتمنى من كل مخرجات البحرين أنهم يدشون ويجربون ويشاركون، لأن هاي هو مكانكم، هاي هو مكان الشباب، هاي المكان اللي يحتوينا إحنا كشباب عشان نقدم أفضل ما عندنا ونبرز وجوهنا ونبرز طاقاتنا ونوري الناس كلها ترى إحنا نقدر إن نسوي. أتوقع مشاركة العنصر النسائي خاصة في الإخراج هذه مفاجأة هذه السنة. هاي الميزة اللي صارت من ضمن المميزات اللي صارت في هذا المهرجان، إن مثل ما قلت لك أكثر من مخرجة بحرينية شابة قاعدين ينافسون على هالمهرجان. فالعنصر النسائي هو عنصر مهم في كل المجالات، فما بالك في مجال المسرح. طيب بصبر، يعني اختيار 12 عرض من أصل 32، هذه طبعا أكيد عملية صعبة. صح، كلمنا عنها شوي. هي عملية جدا كانت صعبة، بس لازم مثل ما يقولون أنت إذا تكونين في مكان لجنة التقييم لازم يكون عندك معايير وعندك أسس وقواعد مسرحية تمشين عليها علشان لا تظلمين أحد في تقييمك لهم. فإحنا مثل ما تقولين
زرنا كل العروض وكل البروبات وشفنا العروض كلها وعطينا ملاحظاتنا حق العروض كلها، ولكن في كل منافسة هناك الفائز وهناك الخسران. صحيح. ولكن في هذا المهرجان لا يوجد أحد خسران، هو وجود وذكر اسمك في مهرجان سمو الشيخ خالد هو أكبر جائزة إذا كنت دشيت المنافسة أو ما دشيت المنافسة. صحيح. وجود اسمك هو أكبر جائزة حقي. وبعدين ترى الخسران في المنافسة هاي ما يسمونه خسارة، هاي يسمونه دافع ودعم كبير علشان أنت السنة الجاية وتقدم شيء أفضل من اللي قدمته السنة اللي فاتت. صحيح. مشاهدينا راح نواصل هذا الحديث الشيق والجميل أكيد عن المسرح وعن النسخة الثالثة لمهرجان سمو الشيخ خالد بن حمد المسرح الشبابي، ولكن زميلتي شيماء راح تنقل لنا أجواء المهرجان، خليكم ويانا. دانا آل سالم بصفتك أحد المسرحية البحرينية وأحد الشباب اللي فعلاً خلينا نقول إن خلقت يعني خلقتي من شيء في الفن خاصة في العمل المسرحي، وحستي على العديد من الجوائز داخل وخارج البحرين. شنو شكلت فكرة مبادرات سمو الشيخ خالد وتحديداً في العمل المسرحي؟ أكيد المبادرة وايد مهمة بالنسبة لنا لأنها تعدي لنا التشجيع والدعم وتخلينا نبي نطور من نفسنا أكثر في المسرح البحريني والخليجي والعالمي، وإن شاء الله في المستقبل إن شاء الله. أنا وايد متضايقة أني ما قدرت أقدم شيء هالسنة، بس ظروف التصوير والشغل إن شاء الله الدورات في الدورات الجاية راح أحاول أقدم شيء جميل وغير. شنو النصيحة اللي تقدمينها بصفتك أحد رواد المسرح؟ ما عندي نصيحة غير انكم جربوا اشتغلوا على روحكم، ترى انا خلقت روحي من ولا شيء وفي وايد باقي لي اتعلمه وفي وايد باقي لي عشان اتطور، بس النصيحة الوحيدة اللي عندي هو انكم تجربون وتخوضون التجربة لان ما في عالم احلى من عالم المسرح. بسم الله الرحمن الرحيم، أول شاكر لكم هاي الاستضافة. طبعا هاي المبادرة ننتظرها من زمان. هذا المهرجان هو ولاد إلى المسارح الأهلية، إلى الطاقات الشبابية اللي نفتقر لها طبعا كنا في السنوات السابقة، لكن في الآونة الأخيرة يعني هاي المهرجانات العام الثالث على التوالي لا طلعت طاقات شابة من مخرجين من ممثلين من سينوغراف من شتى أنواع الفنون، فهاي المبادرة جت في وقتها وإن شاء الله تستمر وندعو لها بالاستمرارية. عودة جديدة تجمعنا بكم مشاهدينا في انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان سمو الشيخ خالد بن حمد للمسرح الشبابي. منضم لنا في الاستوديو مؤخرا المخرج البحريني المتميز طاهر محسن. مرحبا استاذ طاهر. يا هلا فيك استاذ طاهر. خبرنا عن دور هذه المهرجانات او مهرجانات الاندية في ابراز الطاقات الشبابية البحرينية. صراحة يعني اول ما تدش وتشوف الرسومات وتشوف الحالة الفنية المفقود عندنا من زمان، يعني قائمة بدور إحياء مرة ثانية الثقافة اللي كانت موجودة بالفعل في مهرجان الأندية السابق، يعني على مدى أكثر من الثمانينات تقريبا كانت موجودة وموجودة بشكل جميل وقوي. بعد توقف هذا النشاط وصل إلى يعني إلى ذروة ومخرج أجيال، فكان احنا في المسارح الاهليه نحصل على الطاقات الشبابيه اللي تصل الينا دائما من خلال المسرح المدرسي او من الانديه سواء المهرجان الانديه. هذا توقف فاصبح يعني انت لو جبتي السنوات الاخيره قبل ما ينتهي هذا ما في طاقات شبابيه اخرى قاعده تصير، يعني عقب يعني الجيل اللي كانوا موجودين جمعان وعلى غرير اي كلهم خريجين مال الأندية كانوا عندي، كذلك في مخرجين جمال صيغ وكثيرين كانوا موجودين. احنا هم كنا قبل لا نروح ندرس كنا انتاج أندية، ف يعني دائما هي هذه المعادله موجوده، يا يعني ان
مسرح المدرسي، فبالتالي قلنا احنا كمسارح اهلية خاصة في اول عندنا ان احنا نقيم ورش عشان نحصل على الطاقات. وطبعا ما يقول لك اللي يكونون عندهم الموهبة يكون اللي خاطرهم يمثلون، خاطرهم يطلعون في الأضواء، فهذه صعبة انك انت تحصل، لكن لما تحصل الناس مرسوا هذه العمل الفني بتكون بشكل أسهل انك انت تستثمر فيهم وتستغل هذه الطاقة. أعتقد ان هذه حراك جميل وشيء يشكرون عليه اللي قام بفكرة هذه النسخة الثالثة. الآن أنا حتى أنا قاعد أقول هذا العام وايد في فعاليات، ابتدأ المهرجان من شهر 8، مدى سيكون في النسخة الرابعة؟ صح. يعني كنا في ندوات من شهر 6-8 وصولا إلى الورشة، كذلك المهرجان، فعاليات جميلة. يعني أنت تدش هني ما يضيع وقتك على أنك لا أنت تشوف رسومات، تشوف واحد يعزف، يعني شيء إبداعات متنوعة جميل، يعني كله يعني على أن المسرح أبو الفنون فعلا. صحيح. أبو صابر، خبرنا على أي أساس يعني قيمتوا العروض المشاركة في المهرجان؟ في الوقت أجابة مسارفين عندنا قواعد أساسيات للمسرح مشينا علينا على سواك وقت أجمال أظهر، فيتشفنا كل الحروض، شفنا كل الأبوات، وحدنا هم ملاحظات، حطينا النقاط على الحروض مثل ما يقولون، بدينا نقارن هاي الأرض جاب مثلا في الأداء، والله هاي الأرض عندها إخراج حلو، والله هاي الأرض ذات سينمائي عندها طاقية، والله هاي الأرض ذات أداء الممثلين إن شاء الله روعة، ولا هاي الأرض اللي يكون كنا نقارن في أساسيات المسرح وفي جمالية المسرح والأشياء المكملة لعناصر المسرح، وكنا نقارن وحكم المقارنة بدأت تظهر عندنا أن هاي الأرض تفوق على هاي الأرض بأشياء بسيطة، ترى هاي الأرض تفوق على هاي الأرض تلاقينا بنقطة أو بوينت واحد أو مثلا أداء الممثل هني فرق على هاي الأرض وطلع عليه بأشياء بارد، بس يعني أشياء بسيطة هي اللي خلت المنافسة تصير عامية ومشدودة بين المشاركين. طيب الجهد من شهر مايو، أنتوا بديتوا من شهر مايو، طبعاً حطيتوا أفكار من ضمنها الورش، من ضمنها المحاضرات، تكلمنا عنها شوي. هو من شهر مايو بديت الانطلاقة مع الأسئلة الأخيرة مثل ما قلت الورش الفن المسرحي وورش المكياج علشان المخرجين اللي شاركوا أغلبهم شباب، فيحتاجون لورش لفن التمثيل وورش لفن الإخراج وورش لفن المكياج وورش للديكور وورش كثيرة علشان الشاب اللي بيقدم عمل ما يقدم لي عمل سطحي، يقدم لي عمل فيه عمق، يقدم لي عمل فيه فكر إخراجي، في رؤية إخراجية جميلة وفي صورة جمالية أنا كمشاهد أستمتع إذا أشوف. جميل. لازم تحط لها الورشات حق الشباب، لأن أحب الشباب في البحرين، آسف بس لأن الشباب في البحرين ما يحبون القراية، ما يقرون، ما يقرون، مع أن القراية هي والله جميلة، هي تثقفك أنت كإنسان قبل كفنان. صحيح. فالقراءة وايد شيء مهم في الحياة، فأنت كممثل يا مخرج اقرأ. لا تمشي على الأشياء اللي في بالك، اقرأ ابحث علشان إذا بتقدم لي عمل لا تقدم لي عمل صح، قدم لي عمل فيه عمق، فيه فكر، فيه رؤية إخراجية جميلة، أنا كمشاهد أستمتع بهذا. جميل. أستاذ طاهر، من وجهة نظرك شلون يقدر المشارك في هذا المهرجان إنه هو يطور من نفسه بعد المهرجان؟ طبعا هو مو المفروض هو كشخص مشارك إنه يبحث عن التطوير، المفروض هو التطوير يصير تلقائي، المفروض القائمين على هذا المهرجان بما يفعلونه من يمسكون الطاقات الخبرة اللي هم موجودين من خلال ورش، من خلال ندوات، من خلال ثقافات مختلفة، إنه ممكن حتى وياريت هذه يصير كان معمول في السابق إن العرض اللي يفوز بالمركز الأول أو يكون مميز يمثل البحرين في المهرجانات الأخرى. أنا أعتقد إن حتى السنة أوال عندهم مبادرة جميلة جدا إنه بيكون العرض الفائز مشارك في مهرجان أوال. أيضا وجود الندوة التطبيقية اللي هو بعد العرض مباشرة هي قراءة أخرى للعرض. صحيح. قراءة يعني مشكلة حتى الشباب، وهذه وجدناها في النسخة الثانية، مو عيب منهم، هو عيب إن هم تعودوا على هذه الثقافة إن
يعتقدون ان النقد شيء مو زين او ان النقد هذا شيء خاطئ، على الرغم من ان النقد هو شيء اساسي لعمليه الابداع. يعني النقد والادب يدرس، هو متوازي مع التمثيل والاخراج في معاهد في التمثيل. لا يمكن ان تصل الى مرحله من الابداع في التمثيل او في الاخراج بدون نقد، نقد واعي. يعني حتى المنظرين المسرح او الأساس او المناهج المسرحيه قامت نظرياتهم على النقد، يا ان تكون نقد الذات او النقد المباشر للمنهج اللي هم تابعين له. يعني يعني خير مثال آرتور اللي خرج بهذا المسرح الجميل اللي هو مسرح القسوة، خرج عن طريق انه هو انتقد السرياليين، انتقد ما كانوا يفعلونه، واصبح ان هذا الفن، وهو واحد من الناس اللي ساهموا في السرياليين، انتقدهم واخرج وقال هذا ليس هو المسرح الحقيقي او الصدق في التمثيل. فانا اعتقد ان هي كلها هذا النقد، هذا بعد ما يخلص المهرجان يكون كل نادي من الأندية يقوم بعملية ورشة. هذه يا ريت أن تصير ورشة داخلية للطاقم من التعاون مع المسارح. ممكن هذه فكرة أن أهم تمثيل هذه الفكرة. أيضا المشاركة في مهرجانات اللي قاعدة تصير مثل مهرجان الصواري، مثل مهرجان الوال، مهرجان هذه، هم كطاقات شبابية ممكن تأخذ هذه الخبرات. لأن الملاحظ أن العملية، أنا النسخة الأولى ما حضرتها، كنت أنا في عمان كان عندي عمل مسرحي وما كنت ما حضرت، بس النسخة الثانية حضرتها كامل، تفرجت رغم أني يعني شفت بعض البروفات من هذه النسخة الثانية كان فيها متطور. هذه السنة أنا حضرت بعض البروفات، يعني عرض من العروض أنا أشوفها عرض مسارع، يعني في بعض العروض في تطور كبير في العالم الفني. جميل. وهذا دليل على أن الشباب هم عندهم وعي، وصار هي العملية، هذه عملية الثقافة عندما تشبك في أولها وتصير عملية البحث، وأنك تحب أن تكون مسرحي، هو بحد ذاته أنك أنت تبحث في ذاتك، تبحث في الحالة المسرحية وبالتالي توصل إلى ما تريد. مشاهدينا كان هذا اللقاء سريع، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وطبعا أشكر ضيوفي في الاستوديو الأستاذ عبد الرحمن بوصابر والأستاذ المخرج البحريني المتميز أستاذ طاهر محسن. على أمل يتجدد لقائنا بكم ورسالة جديدة من مهرجان سمو الشيخ خالد بن حمد للمسرح الشبابي. نلقاكم باكر، مع السلامة.